السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن كيفية تفعيل الطالب لبريده الإلكتروني المدرسي الذي ينتهي ب @aus.edu.ph. بعد استلام الطالب للإيميل والباسورد من المدرسة، يقوم بالدخول إلى صفحة جوجل، وفي حالة عدم وجود إيميلات مسجلة من قبل يقوم بالدخول إلى ساين إن، ثم بعد ذلك يقوم بكتابة الإيميل الخاص به وكذلك الباسورد. وفي حالة ما إذا كانت هناك إيميلات مسجلة من قبل، يقوم بالدخول على الصورة ثم بعد ذلك Add another account، ثم يقوم بتسجيل الإيميل الخاص به والباسورد. بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول إلى الجيميل وهنا يجد الدعوات من المعلمين، يقوم بالضغط على الدعوة ثم يقوم بالاشتراك في الصف عن طريق الضغط على Join. وبهذا يكون الطالب قد أتم الاشتراك داخل الصف. وفي حالة ما إذا كانت هناك دعوات ناقصة، يقوم الطالب بمخاطبة المعنيين بذلك عن طريق إرسال رسالة إلكترونية كما هو موضح في الصورة.